خلينا هنتكلم الموضوع مع دكتور برضه عاصم، هنتكلم كتير وهنفتح كل ملفات الكاراتيه في النادي الاهلي، لكن خلونا نروح لتقرير عن لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي وترجعوا لنا مره تانية. كما هو الحال في باقي فرق النادي الأهلي، تواصل كتيبة الكاراتيه كتابة التاريخ داخل جدران القلعة الحمراء بالإنجازات التي تحققها سواء محلياً أو إفريقية. وكان لتحقيق أبناء الأهلي الفوز بأكثر من 180 تتويجاً دولية خلال الفترة الماضية كفيلاً بأن تحصل القلعة الحمراء على تصنيف من الاتحاد الدولي للعبة كأكبر نادي في العالم يضم لاعبين وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات في العالم. كان آخر إنجازات لاعبي الأهلي في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في صالة استاد القاهرة الدولي، واستطاع فيها أبناء الشياطين الحمر حصد 6 ميداليات عن طريق إسلام حسني صاحب فضية كاتا جماعي، ومصطفى غباشي المتوج بفضية كاتا جماعي، وعلي الكومي صاحب برونزية كاتا جماعي، ومحمد رمضان صاحب برونزية كوميتي تحت 84 كيلوغرام، وحبيبة ماجد صاحبة برونزية كوميتي 68 بلس كيلوغرام، وآية هشام خامس كاتا فردي سيدات، وكريم أبو عيطة خامس كوميتي تحت 60 كيلوغرام. وكان لجيانا فاروق نصيب الأسد من الميداليات بعدما توجت بست ميداليات ذهبية منذ عام 2011 وحتى الآن، وهم ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة، وذهبية بطولة العالم للسيدات في 2012، وذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة في 2013. كما استطاعت جيانا الفوز بأربع ميداليات ذهبية فردي وسيدات في بطولة العالم عامي 2014 و2016، بالإضافة إلى الفوز بذهبية جميع البطولات التي شاركت فيها إفريقيا ومحليا بخلاف برونزية أولمبياد طوكيو 2020، لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز في لعبة الكاراتيه التي دخلت الألعاب الأولمبية هذا العام للمرة الأولى والأخيرة. ولولا الخطأ التحكيمي لكانت نافست على الميدالية الذهبية لتحصل على تكريم من إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمكافأة الحصول على الميدالية الذهبية. وكان مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي من ضمن أفضل اللاعبين الذين قدمهم الأهلي لمصر في لعبة الكاراتيه، حيث سبق له أن حقق 4 ميداليات ذهبية في بطولات العالم بمختلف الفئات. وكان للنادي الأهلي صالة واحدة للعبة الكاراتيه، وكانت توجد في فرع مدينة نصر قبل أن يقوم المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب بافتتاح الصالة الثانية بفرع الجزيرة، وفي الفترة المقبلة سيتم افتتاح الصالة الثالثة بفرع الشيخ زايد، لتستمر مسيرة القلعة الحمراء في كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات سواء للنادي أو لمصر كما اعتاد طيلة تاريخه في مختلف الألعاب.